والصلاة والسلام على نبينا. إن اللجنة الوطنية تكرر مطالبها من إلى الحكومة الأردنية لتكثيف الجهود المبذولة وفتح آفاق جديدة للحوار والتفاوض مع الدولة الإسلامية، سواء أكان في أطر شعبية جماهيرية أو مؤسسات مجتمع مدني أو من خلال جهد دولي في المنطقة بشكل عام. أن اللجنة تتوجه إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام وتسائلهم باسم الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبوحدة الدين والدم بالحفاظ على حياة وسلامة ابننا الطيار معاذ الكساسبه، وأن يمنوا علينا بإطلاق سراحه.